السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم حل مشكله لعبه جي تي اي سان اندريس، الشاشه ليست كامله على سواء كنت تلعب على الكمبيوتر او اللابتوب. يعني تتفاجئ انك لما تلعب الشاشه مثل ما تشوفون هاي صوره توضيحيه، تحصل الجانب الايمن والجانب الايسر شاشه سوداء، بس الوسط هو الشاشه اللعبه. كيف تخلي اللعبه شاشه كامله بحيث الاسود هذا ما تظهر، يعني تظهر بدالها كلها الشاشه اللعبه كامله. كيف تحل هذا المشكله؟ الطريقه جدا سهل، نروح للشاشه. اول شيء كل ما عليك انك تدخل على هذا، تدخل على الرابط في الديسكربشن، تحمل هذا الملف اوكي اللي راح تحل مشكله الشاشه لعبه جي تي اي سان اندريس في ويندوز او اللابتوب او كمبيوتر. اوكي، بعد ما تحمل الملف افتح موقع تثبيت اللعبه اوبن فايل لوكيشن، راح بتفتح الملف اللعبه بهذا الشكل. الحين افتح الملف مجلد الملف اللي حملته، بتحصل هذا الملف، اضغط عليه دبل كليك راح بتحصل ثلاث ملفات. كل ما عليك انك تنقل هذا الثلاث ملفات مباشره الى مجلد اللعبه الرئيسي. اوكي، مثل ما تشوفون نقلنا الملفات الثلاثه في اللعبه جي تي اي سان اندريس. اوكي، الحين راح تشغل اللعبه، راح تجري بعد الاعدادات، راح اشوفكم داخل اللعبه. فيلا اوكي يا شباب، مثل ما تشوفون الحين لازم تجري بعد الاعدادات. نحن الحين داخل اللعبه، اضغط على خيار اوبشنز. بعد ما تضغط على خيار اوبشن روح اختار هذا الخيار مثل ما تشوفون. اوكي، بعد ما تختار هذا الخيار روح اضغط على ادوانسد. بعد ما تختار ادوانسد هني بتحصل هذا الخيار، هذا الخيار فعله. بعد ما تفعل هذا الخيار انزل لتحت هني بتحصل راح هني في هذا القسم راح ينضاف دقه، يعني راح بتحصل دقات كثيره، تقدر تختار اي دقه تريدها على يناسب اللابتوب او يناسب شاشه الكمبيوتر او اللابتوب الخاص به. هني بتحصل كل الدقات، راح ينضاف دقات اخرى مع الدقات الافتراضيه الموجوده في اللعبه الرئيسي. اوكي، تختار الدقه اللي تريد، تختار اعلى دقه مثل ما تشوف، هذا على دقه. اوكي، مثل ما تشوفون هذا على دقه، اختار الدقه اللي يناسبك واضغط على انتر. اوكي، اضغط على انتر. بعد ما تضغط على انتر خلاص ادخل اللعبة واستمتع، وبتحصل الشاشة كاملة مثل ما تشوفون. الحين راح نفتح اللعبة. اوكي، بعد ما تختار الدقة خلاص ارجع خطوة واضغط على ستارت واضغط على التشغيل، راح بتحصل الشاشة كاملة يا شباب. وبس ناس ما تشوفون الحين راح نبدأ اللعبة، بتحصل شاشة كاملة. وبس هذا هو المقطع، مثل ما تشوفون شاشة كاملة. إذا عجبكم المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.